السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، في هذا الفيديو إن شاء الله سنقدم تصحيح للفرض الثاني أو نموذج الفرض الثاني الأسدس الأول الخاص بالثالثة إعدادي مسلك دولي. إذا كالعادة فالامتحان يتكون من جزئين، الجزء الأول مخصص لاسترداد المعارف Restitution des connaissances، يحتوي على مجموعة من التمارين. التمرين الأول أجيب بصحيح أو خطأ أو répondre par vrai ou faux. إذا لدينا مجموعة من العبارات سنرى هل هي صحيحة أم خاطئة. Les échanges gazeux entre les cellules et le sang s'effectuent au niveau des alvéoles pulmonaires. التبادلات الغازية بين الخلايا والدم تحدث على مستوى الأسناخ الرئوية. إذا هل هذه عبارة صحيحة؟ إذا عكس ما رأيناه في الدرس، إذا فهي عبارة خاطئة. إذا نكتب هنا سي فو. هنا نكتب فو. ثم دوزيام فراز، لي زورغان كونسوم لي ديوكسيد دو كربون يوغوجيت لي ديوكسيجين. اذا الاعضاء ماذا تفعل؟ تقوم باستهلاك ثاني اكسيد الكربون وتطرح ثاني الاكسجين. اذا هذا عكس ما راينا في درس التنفس، ان الاعضاء تستهلك ثاني الاكسجين ثم تطرح ثاني اكسيد الكربون. اذا كذلك فهي عباره غير صحيحه. اذا نكتب هنا فو. لي بوزوان اليمونتير دون فام اون سانت سون لي ميم كون فام نورمال. الحاجيات الغذائيه لامراه حامل نفسها عند امراه غير حامله او امراه عاديه. اذا زون با لي ميم بوزوان، دونك غادي نكتبو سي فو. سي تري كلير. نمشيو للتمرين الثاني. غولي بار اون فليش لي زيليمون دو جروب 1 افيك سو دو جروب 2. دونك جروب 1 شنو فيه؟ في غاسيون اليمونتيغ او الكتله الغذائيه، لاستم مرض الربو، سكليروز دو لوي تصلب العين، هذه كلها امراض، انيمي كذلك مرض فقد الدم. انا دونجي كي موناس لاباري ريسبيراتوار. اذا قبل ما نجاوب خصنا نقراو جميع العبارات. خطر او خطر الذي يهدد او مرض الذي يهدد الجهاز التنفسي. هنا كونتيتي داليمون دوزيام فراز، كونتيتي داليمون كونسومي بار اون بيرسون بوندون 24 ساعة. اذا هذه اثنان باينه. ثم ثالثاً كارونس اون فير الفاقة او الحاجة او عوز الحديد. ثم كارونس اون فيتامين، ثم كذلك الفاقة او عوز الفيتامين ا. اذا العبارة الاولى غاسيون اليمونتيغ، اذا هي كونتيتي داليمون كونسومي بار بيرسون بوندون 24 ساعة. نديرو فليش. لاستن سي ان دونجي كي مناس لاباري ريسبيراتوار، سكليروز دو لوي دونك لوي سي عنده العلاقة بأمراض ديال العين، كارونس اون فيتامين ا، وكنعرفوا ان فيتامين ا فهو مفيد كذلك للعين. ثم الانيمي فقر الدم، فقر الدم عنده علاقة بنقص في الحديد. اذا هذه فقط غذائية وبعضها عندها علاقة بأمراض الجهاز التنفسي. الان ننتقل الى التمرين الثالث. كومبليتي لو تيكست اون يوتيليزون لي تيرم سويفون. عندنا مجموعة من الكلمات سنملأ بها الفراغ التالية للحصول على نص متناغم ومنسجم له معنى. Au niveau des alvéoles pulmonaires, le واش لا ديفيرونس دو بريسيون ولا لي غالفيولير ولا لي اكسجين ولا اكسيد دو كربون. كنشوف نجربو نشوف شكون اللي غادي تعطيني واحد لو سونس اللي هو واحد الجملة اللي عندها معنى. دونك لا بروميير لا دي تكون هنا لو باس دو فيغ لو سون. شكون اللي كيمشي؟ ماشي حاجه لوسون. اذا لو ديوكسيجين سي لوي كي فا باسي دو ديزالفيول ولا دو لي غالفيولير فيغ كوا فيغ لوسون، وغادي يكون لو كونتريغ بوغ لو سي او 2. اي لو ديوكسيد دو كربون باس دو سون فيغ لير الفيولير غراس ا كوا؟ غراس او برانسيب دي فيزيون دي غاز اللي شفنا في بدايه درس التنفس. نوع ديفيرونس دو بريسيون. اذا بهذا نكون قد قمنا بالاجابه على التمرين الثالث. التمرين الرابع كومبليتي لا ليجون دو دوكيمون 1 اون يوتيليزون لي تيرم سويفون. اذا غادي نعطيو المفتاح للدوكيمون باستعمال لي بيمون دووا. دوكيمون ديالنا هو هذا بيمون دووا، تراشي ارتير، برونش، برونش فوس نازال، ساكال فيولير، لوزوفاج،
الديافراغم. اذا البومون دو هو الرئه اليمنى، فالشيختير هو القصبه الهوائيه، البرونش هما القصيبات، اللي فوس نازال الحفر الانفيه، سيكالفيولير هما الاكياس الكياس الهوائيه، الأوزوفاج المريء هذا عنده علاقه بالجهاز الهضمي، الديافراغم غير وارد هنا كذلك. اذا البرومي رقم واحد هو سون دي فوس نازال. رقم اثنان هنا سي لساجي دو تراشي اختير، هنا كنهضروا على الاباراي اسبيغاتوار. بور لو تروازيام سون سي لساجي دو بومون دان بومون دووا هو اليمنى. كاتريام سي اورانج هما القصيبات القصبات. سايك الفيولير السانكيام. دونك ننتقل الان دوزيام بارتي résumé scientifique, communication écrite, graphique. Un autre exercice, le premier exercice, le document 2 présente le mécanisme responsable des échanges gazeux respiratoires au niveau du cellule. إذن هذه الوثيقة تبين لنا آلية التبادلات الغازية التنفسية على مستوى الخلايا. إذن ماذا لدينا هنا في الوسط الذي باللون الأزرق؟ إذن لدينا هنا عرق دموي كابيلير سانغان. إذن في البداية هناك دم يدخل عبر هذا العرق، فهو غني بماذا؟ غني بالأكسجين. إذن سنرى كم هو ضغط الأكسجين هنا في البداية، PO2 تساوي 100، ثم عند خروجها عبر الأعضاء PO2 تساوي 40. ثم هناك كذلك خلايا، هناك كذلك اللنف البيفرجي انتيكسيتيسييل بيفرجي، خلايا لسيلول، ثم عندنا كذلك ضغط لكل من ثنائي الاكسجين او ثنائي الاكسجين وثنائي اكسيد الكربون. اذا داخل الخلايا الان كم هو ضغط ثنائي الاكسجين؟ هو اقل من 40. وداخل الشعيرة الدموية ضغط ثنائي الاكسجين عند في الدم عند دخوله الى هذه الاعضاء، فهو هنا في البداية يساوي تقريبا 100. ثم بالنسبة لثنائي أكسيد الكربون ضغط CO2 يساوي 40، وفي الخلايا فهو أكبر من 46. إذا من هنا يتضح منحى الغازات. إذا سننتقل للسؤال للعرف مغزى الأسئلة. إذا كومباري لا بريسيون بارسييل دو ديكسيجين دون لو سون اونطرون اي دون لو سون اونطرون ا لورغان اي دون لي سيلول. إذا شنو نقارنو؟ كنقارنو هذا مع هذا، بمعنى آخر غادي تقارن 100 مع رقم أو عدد أقل من 4. إذا نقول بأن لا بريسيون بارسييل دو أكسجين دون لو سون اونطرون دون لو سون اونطرون ا لورغان، هذا راه يخترق عضو مكون من مجموعة من الخلايا، كم يساوي؟ يساوي 100. وفي هذه الخلايا المكونة للعضو فإن ضغط هذا الغاز أقل من 40. بالجواب يكون على الشكل التالي، دونك لو بي او 2 دون لو سون اونطرون ا لورغان اي الفي بارابور ا سيل دو لا سيلول. نمشيو نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني ديدوير لو سونس دو ديفيزيون دو ديوكسيجين اي انديكي لو سونس بار اون فليش روج. نرجعوا للرسم ديالنا. إذا ما هو الاتجاه انتشار غاز ثنائي الأكسجين؟ نقولنا مبناء على مبدأ انتشار الغازات بأن هناك دائما انتشار الغاز من مكان الضغط المرتفع نحو مكان الضغط المنخفض. الضغط المرتفع هنا داخل الشعيرات الدموية وهنا داخل الخلايا أقل، إذا سوف ينتشر الأكسجين من الشعيرات الدموية نحو الخلايا، إذا اتباعا لهذه الأسهم الحمراء. دونك بويسك le PO2 du dioxygène est plus grand que le sang entrant, donc le dioxygène se diffusera du sang vers les cellules de l'organe. إذن بما أن ضغط ثنائي الأكسجين أكبر في الدم الداخل من ضغطه في الخلايا، إذن سينتشر من الشعيرات الدموية نحو الخلايا. La troisième question, comparez la pression partielle du dioxyde de carbone dans le sang entrant à l'organe et dans les cellules. إذن عكس السؤال الأول. إذن سنعود كذلك إلى الرسم. إذن هنا ضغط
ثاني اكسيد الكربون في البدايه في بدايه الشعيره الدمويه ها هو بي سي او 2 تيغال 40 وفي الخلايا اكبر من 46. اذا بناء كذلك على مبدا انتشار الغازات اذا سينتقل هذا الغاز من الخلايا نحو الشعيرات الدمويه. اذا ننتقل هنا نرى الجواب بي سي او 2 دون لو سون انترون الاورغان اي موان ايلفي بارابور اسيل دي سيل دونك pour le sens de diffusion puisque PCO2 dioxyde de carbone est plus élevé dans les cellules donc le CO2 se diffusera des cellules de l'organe vers le sang. ثم وصلنا الآن إلى التمرين الخامس أو السؤال الخامس à partir de document 3 déterminé لي بوزوان دو لا سيلول. اذا من خلال هذه الوثيقه سنحدد حاجيات الخليه. اذا خلايا هذه العضله تحتاج الى ماذا؟ تحتاج الى هذه العناصر ثنائي الاكسجين ثم الى الجلوكوز. اذا نكتب هنا il aura besoin de donc il aura besoin de glucose plus O2. السؤال الثاني quel produit la cellule. اذا ماذا تنتج الخليه؟ الخلية عند استعمالها لثنائي الأكسجين تنتج ثنائي أكسيد الكربون وتنتج كذلك الطاقة التي تستعمل في عدة يعني في عدة استعمالات. أولا une partie de l'énergie perdue sous forme de chaleur. إذن جزء كبير منها يضيع على شكل حرارة ثم جزء آخر يتم استعماله في وظائف الخلية. السؤال يقول déduire le devenir du dioxygène pardon, le deveneur de l'oxygène et l'énergie de CO2 et l'origine du CO2. السؤال déduire le devenir de l'oxygène et l'origine de CO2. Le CO2 sera utilisé sera utilisé par les cellules du muscle dans la respiration cellulaire pour dégrader le glucose. Par contre le CO2 est un résidu de cette opération. Donc l'oxygène s'est استعمال من طرف خلايا العضله لاجل ماذا؟ لاجل هدم الجلوكوز من اجل استخراج الطاقه الموجوده في هذه الجزيئه الاستقلابيه او في هذه الجزيئه العضويه. على عكس ثنائي اكسيد الكربون فهو ناجم عن هذه العمليه وهو كذلك على شكل فضلات غازيه. ننتقل الان الى تمرين اخر تمرين اثنين. التمرين الثاني يقول un adolescent de 15 ans a consommé pendant 24 heures une ration alimentaire composée de. اذا هذا مراهق عمره 15 عام استهلك خلال يوم كل غذائيه تكون من 110 102 غرام من البروتينات 450 غرام دو جلوسيد سكريات 84 غرام دو ليبيد الهرمونيات معطيات ان 1 غرام دو بروتين اي دو جلوسيد دون 7 كيلو جول. اذا كل غرام من البروتين كيعطي 17 كيلو جول غرام كذلك من الجلوسيد كيعطي 17 كيلو جول ثم 1 غرام دي ليبيد او غرام واحد من الدهنيات يعطي 38 كيلو جول. إذن المطلوب هو كالكولي لابور انرجيتيك دو سيت راسيون اليمونتير. إذن غادي نحسبو الإمداد الطاقي لهذه التغذية ولهذه الكتلة الغذائية. إذن نعلم أن واحد غرام يحرر 17 كيلو جول ثم 102 يحرر إكس كيلو جول عدد مجهول. إذن نعمل جدار الوسط في الطرفين واحد و x كيلو جول كيعطينا 17 × 102 وبالتالي x يساوي 102 ضرب في 16 مقسوم على 1 تساوي 100 أو 1734 كيلو جول. نفس العملية نقوم بها هنا 1 غرام ديال الليبيد كيحرر لنا 130 كيلو جول و 84 اللي عندنا كتعطينا x هي علاش كنقلبو x هي 84 35 في 38 مقسوم على 1 نختزل بالغرام كتبقى عندنا 1192 كيلو جول. نفس الشيء هنا بالنسبة للجلوسيد. إذا 1 غرام
واحد غرام يحرر 17 كيلو جول، ثم 450 غرام تحرر إكس كيلو جول، ثم إكس يساوي 450 غرام مضروبة في 17 مقسومة على 1 تساوي 7650 كيلو جول. إذن سنقوم بعملية الجمع ونحصل على 12576 كيلو جول. إذن بهذا نكون قد قمنا بحساب الإمداد الطاقي لكل من البروتينات والدهنيات والسكريات، وبالتالي الإمداد الطاقي لهذه الكتلة الغذائية. بمعنى آخر، هذا الشيء الكامل اللي اختار الشخص هذا يمدده أو يمده عفوا بكمية من الطاقة تقدر ب 12576 كيلو جول. السؤال الأخير والآخر يقول: إسكو l'énergie issue de cette ration alimentaire est suffisante, sachant que les besoins de cet adolescent sont 12 180 kJ. Justifiez votre réponse. هل هذه الطاقة الآتية من هذه الأغذية ومن هذه الكتلة الغذائية كافية؟ علما أن هذا الشخص، هذا المراهق، يحتاج إلى 12180 كيلو جول يوميا. إذن غادي تقارن هذه مع هذه، إذن هو كيحتاج 12100 والأغذية عطاته 12500، بمعنى عنده الإكسي غادي تشغلي 1400 تقريبا. إذا نكتب هناك جواب: cette ration alimentaire est suffisante car son apport énergétique est supérieur aux besoins de cet adolescent qui sont 2180 كJ. إذا نقول هنا بأن هذه أو هذا الإمداد أو هذه الكتلة الغذائية كافية، لأن إمدادها الطاقي يفوق حاجية هذا الشخص أو هذا المراهق. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية صحيح الفرض، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتنسون كذلك من الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأراكم في فيديو آخر إن شاء الله.